طلبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة في موضوع الأسيد بيز بالانس. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن البلود جاز أناليسز، تحدثنا إيش النورمال رينجز للأرتيريال بلود جازز، ثم أخذنا بعض المصطلحات المتعلق بالأسيديميا، الكاليميا، أسيدوسيز أند ألكالوسيز. والآن سنتحدث عن الكومبنسيشن. كلمة كومبنسيشن معناته يعني التعويض، يعني أنا لازم كيف يصير عندي تعويض، كيف يصير في عندي بالانس بحيث أنه أحافظ أنه ما يصيرش لا عندي أسيدوسز ولا عندي ألكالوسز. تحدثنا في المحاضرة السابقة أنه أنا لما يكون مثلا في عندي البفر سيستم، في عندي اللي هو الكدني وفي عندي اللنج، هذا هو البفر سيستم، الكدني واللنج التي تتمثل في الميتابوليك والريسبيراتوري، هم اللي بيعملوا لي الكومبنسيشن، هم اللي بيعملوا لي تعويض لي سواء نقص او زيادة في بيز او اسيد في اي في لاي سبب من الاسباب. يعني لما احنا تكلمنا احنا قلنا مثلا على الكدني، لما يكون في عندي ريسبيراتوري اسيدوسز يعني الاسيد عالي يبقى الكدني، الاسيد عندي عالي يبقى الهيدروجين ايونز حتكون عندي عالية، فالكدني حتروح تطلع تعمل اكسيرشن لكل الهيدروجين ايونز وتحتفظ بالبايكربونيت. بايكربونات اللي هي البيز او الالكالاين، لانه عندي اسيد عالي يبقى بدي اعلي البايكرب عشان يصير في عندي ايكوليبريم او توازن ما بين الاسيد والبيز. يبقى الاثنين عكس بعض اللي هم الاسيد والبيز، وان في اشي بيرفع لازم نرفع حاجة مقابله عشان في النهاية يصير في عندي بالانس. يبقى الكومبنسيشن في عندي الريسبيراتوري كومبنسيشن وفي عندي رينال كومبنسيشن. الريسبيراتوري اللي هو بيكون عن طريق اللنج، وهو اوكيرز when the patient has acidosis or alkalosis، سواء كان عنده respiratory acidosis أو respiratory alkalosis from metabolic or renal disorder. يعني سواء كان عندي هذا الأسيدوسيس اللي صار في الريسبيراتوري كان سببه إما metabolic أو renal. كلمة metabolic أو renal نفس المعنى، يعني واحد في عنده مثلا metabolic alkalosis صار في عنده مع الميتابوليك الكالوسيس صار مثلا ريسبيراتوري اسيدوسيس وهكذا، فبالتالي السبب الرئيسي هو الميتابوليك. الان الريسبيراتوري سيستم يعني معناته انه مش السبب الرئيسي الريسبيراتوري، يعني في عندي مشكله في الميتابوليك عملت لي مشكله في مين، في اللي هو الريسبيراتوري. ذا ريسبيراتوري سيستم ريسبوند، على طول حيصير عندي استجابه للريسبيراتوري سيستم اللي هو سيستم عن طريق انه زي ما حكينا قبل انه اما بيعمل انكريزنج او ديكريزنج للريسبيراتوري ريت، بيزود الريسبيراتوري ريت او بيقلل الريسبيراتوري ريت. زي ما حكينا في حاله مثلا عندي الريسبيراتوري اسيدوسيس او الريسبيراتوري الكالوسيس او في حاله الميتابوليك اسيدوسيس والميتابوليك الكالوسيس. احنا لما قلنا انه دائما الكومبنسيشن، دائما الكومبنسيشن بيصير للحاجه المضاده، يعني لما يكون في عندي مشكله في الميتابوليك حتلاقيه حيشتغل مين، الريسبيراتوري. لما يكون عندي مشكله في الريسبيراتوري حتشتغل مين، الميتابوليك. يعني الاثنين عكس بعض. يبقى انا عندي ريسبيراتوري كومبنسيشن نعمل تعويض، هذا الريسبيراتوري بيصير لما يكون في عندي مشكله في وين، في الميتابوليك. يعني نقول مثلا في واحد زي ما حكينا قبل انه عنده واحد ميتابوليك اسيدوسيس، ميتابوليك اسيدوسيس معناته عندي الاسيدز عالية، معناته انا الريسبيراتوري لازم يغير في الريسبيراتوري ريت علشان ايش يسوي، يقلل من نسبة الاسيد. السي او 2 يعتبر اسيد، عشان انا اقلل من الاسيد لازم يحسن او يعلي الريسبيراتوري ريت، يزيد الريسبيراتوري ريت، يعمل ديب بريثنج علشان يقلل من نسبة السي او 2. يعني كل ما بناخد اكسجين اكتر كل ما بيقل الان السي او 2، فبالتالي عشان عندي ميتابوليك اسيدوسيس حيصير الان الريسبيراتوري تعمل كومبنسيشن اللي هي تعمل لي ريسبيراتوري الكالوسيس. كيف بدها تعمل لي الكالوسيس؟ انها تروح تقلل من اللي هو الاسيديتي او تقلل من السي او 2 وهكذا. يبقى الاثنين عكس بعض، يعني وين في ميتابوليك الكالوسيس او في عندي ميتابوليك اسيدوسز، الريسبيراتوري حتروح تقلل من هذا الاسيدوسز تعمل لي الكالوسز، انه هي تروح تقلل من نسبة السي او 2، ولانه السي او 2 يعتبر اسيد، فبالتالي لما نتقلله وبالتالي هي بتحاول تقلل من الاسيدوسز. يبقى الريسبيراتوري كومبنسيشن بيكون لو في عندي مشكلة في اللي هو الميتابوليك او الرينال ديس اوردر. هذه الحالة الريسبيراتوري كومبنسيشن بيصير immediately على طول open changes in hydrogen ion concentration. يعني لو صار عندي أي تغير في الهيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني أي الكالوسيس أو أي أسيدوسيس، على طول بشكل سريع حيصير في عندي respiratory
كومبنسيشن، لانه الهيدروجين كنترول ريسبيراتوري سنتر، لانه الهيدروجين ايونز هي اللي بتتحكم في الريسبيراتوري سيستم او في الريسبيراتوري سنتر اللي هو البرين مظله. فبالتالي اي خلل في الميتابوليك سواء كان اسيدوسس الكالوسيس، على طول الريسبيراتوري هتروح تعمل ريسبونس وتستجيب ان هي يا اما تقلل الاسيد او ترفع الاسيد، يعني عن طريق ان هي يا بتقلل الريسبيراتوري ريت يا اما بتزود الريسبيراتوري ريت اللي هي اللنج. اما الرينال كومبنسيشن، الرينال كومبنسيشن يعني هو بيكون تعويض لمشكله في الريسبيراتوري. It's a condition بتصير لما يكون عندي انه البيشنت عنده acidosis او alkalosis من respiratory disorder. The kidney respond انه الكدني ايش الان شغل الكدني، هناك شغل اللنج بس، يا اما بتزود الريسبيراتوري ريت يا بتقلل الريسبيراتوري ريت. لكن الرينال كومبنسيشن يعتبر اقوى شويه من الريسبيراتوري، لانه هو بيشتغل انه اكثر من شغله، انه هو بيعمل altering the hydrogen ions، بيعمل تغير في ايونات الهيدروجين، يا اما بيعمل exertion يا اما بيعمل conserve بيحتفظ بالهيدروجين ايونز. وكمان بيشتغل على البايكربونات، انه يا اما بيزود البايكارب يا اما بيعمل exertion بالتالي بيقلل البايكارب to return pH back to ward. يبقى هو بيشتغل على اكثر من شغله. حتى بيقولوا كمان انه الرينال كومبنسيشن له دور كبير في الاسيديتي، لانه هو بيطلع لو في عندي اسيدز عالي برضه بيطلع الاسيدز عن طريق اللي هو الكدني، مش بس بيطلع الباي كارب او بيحتفظ برضه الاسيدز ممكن انه يطلعها. فبالتالي إيه طبعا مش كل انواع الاسيدز، لانه عند الاسيدز في لها اكثر من نوع، لكن الان انه الرينال برضه لها دور انه هي ممكن تعمل لي على اخراج بعض الاسيدز. عشان هيك بنقول انه الرينال كومبنسيشن اقوى من اللنج، اللنج بس شغله ريسبيراتوري ريت، لكن هان بتطلع البايكارب او بتحتفظ فيها، بتطلع الهيدروجين ايونز او بتحتفظ فيها، كمان ايضا ممكن تطلع او تحتفظ في اللي هو الاسيدز اللي هو بعض الاحماض المعينة اللي ممكن ان هي تطلعها. الآن بيقول لي الرينال كومبنسيشن begins to have effect approximately 24 hours. المشكلة إنه هو بيتأخر. يعني لو واحد صار عنده مثلا respiratory acidosis، نقول احنا respiratory acidosis معناته نسبة الأسيد عالية، والrespiratory قلنا الأسيد فيه بيتمثل في ال CO2، يبقى عندي نسبة ال CO2 عالية يبقى الأسيديتي عالية. الآن الكدني ايش بدها تسوي؟ زي ما حكينا قبل في اللي هو المحاضرة السابقة، انه عندي ريسبيراتوري اسيدوسز، الكدني ايش هتروح تسوي؟ بدها تخفف من هذا الاسيد، فايش هتروح تسوي؟ هتحتفظ في البايكارب، بايكربونات الصوديوم هتلاقيها هتحتفظ فيها علشان تقلل من نسبة الاسيد، لانه البايكارب مضاد للاسيدوسز. والهيدروجين ايونز هتروح تطلعها، لانه وين في اسيدوسز وين في عندي هيدروجين ايونز عالية، فبالتالي هتلاقيها هتطلعها الى الخارج. ولو في اي اسيديتي برضو اسيدز، ممكن ايضا الكدني تروح تعمل اكسيرشن لهذه الاسيدز. يبقى بتشتغل اكثر من حاجه، هي ممكن تتاخر انها تقعد بعد 24 ساعه، ولكن انه هي افتر ريسبيراتوري التريشن بعد تغير، يعني بعد ما يصير مثلا ريسبيراتوري اسيدوسز مش على طول الكدني بيصير لها ريسبونس، ممكن تقعد 24 ساعه. على الرغم انه هي ديلي، يعني على الرغم انه هي بتتاخر، ولكن هو تعتبر باورفول، يعتبر انا اقوى. دائما الرينال كومبنسيشن اقوى لانه بيشتغل على 3 شغلات، على الهيدروجين ايونز، على البايكربونات، على الاسيدز، كله هذا بتشتغل عليه، مش زي قلنا الان اللنج انه بتشتغل فقط على الريسبيراتوري ريت، مش يعني بتكون افكتيف زي اللي هو الرينال. طيب تعال الان نشوف واحده واحده من الاسيد بيز امبالانس، ايش مشاكل الاسيد بيز او ايش هي المشاكل اللي بتحصل نتيجة خلل في الألكالين أو خلل في اللي هو الأسيديتي. أول حاجة في عندي الريسبيراتوري، بنبدأ أول حاجة في الريسبيراتوري أو من ثم نتكلم في اللي هو الميتابوليك. الريسبيراتوري تحتمل وجهين، إما أسيدوسز أو ألكالوسز. هذا الكلام اللي أنا شرحته مكتوب الآن بشكل مفصل. الآن بيقول لي إنه الريسبيراتوري أسيدوس، لما نسمع كلمة أسيدوسز من اسمها أسيدوسز يعني زيادة في الأسيد، يعني معناته انه البي اتش اقل من 7.35، معناته انه الكربون او معناته الهيدروجين ايونز عالية. ريسبيراتوري معناته المشكلة في اللنج، يعني هي اللنج المشكلة اللي فيها هي اللي عملت للأسيدوسز. كلينيكال ديس اوردر كاركترايز بانه البي اتش اقل من 7.35، والبارشال بريشر اوف ارتيريال كربون دايوكسيد، نسبة السي او 2، لانه قلنا لكم اللي بيدلل لي على الريسبيراتوري هو السي او 2، نسبة اللي هو ثاني أكسيد الكربون في الدم.
فحكينا انه النورمال رينج من 35 الى 45، هنا حتكون اكثر من 45. يعني هو هان بيقول 42، انه يعني معناته انه هي بدأت توصل الى 45، لكن احنا نعتبر هي لما تكون اكثر من 45 معناته انه بدأ يدخل في الاسيدوسس. يبقى السي او 2 عالية، يبقى انا عندي لانه السي او 2 هو اسيد، من اسمه احنا السي او 2 قلنا اسيد، يبقى لما يكون السي او 2 عالي يبقى عندي الاسيد عالي، يبقى انا عندي اسيدوسس، فهذه هي حالة الريسبيراتوري اسيدوسس. الآن أسباب الريسبيراتور أسيدوسيس، أسبابها من يعني أنا عندي واحد عنده زيادة في السي أو تو، يعني عندي أي مشكلة في اللنج، أي مشاكل في الرئتين، أي ديزيز متعلق في الريسبيراتوري سيستم، معناته هذا بيعمل لي نقص في نسبة السي أو تو، بيعمل لي زيادة في نسبة السي أو تو، وبالتالي عندي زي مثلا الكرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز اللي هو بنسميه السي أو بي دي، وهذا هنتفصل فيه في الشابتر الريسبيراتوري سيستم. سيفير بولمونري كونجستشن، احتقان مثلا في اللي هو الرئتين، وهذا الاحتقان في الرئتين طبعا هيقلل الاكسجين، وبالتالي لما يقل الاكسجين بيزيد نسبة السي او 2. ان اديكويت اكسيشن اوف كربون دايكسيد، ما فيش عندي اخراج جيد للكربون دايكسيد، مش قادر يعمل اكسيشن، مش قادر يعمل اكسهاليشن، مش قادر يطلع كل السي او 2، فبالتالي بتجمع السي او 2 في اللنج. زي السي او بي دي، هذا ديزيز كاركترايزد باي انه فرصة انه يصير عندي accumulation of CO2 بصير عالية، بتجمع نسبة CO2 عالية، فبالتالي بتزيد نسبة ال CO2، وبالتالي بيصير في عندي زيادة له، وبالتالي بيصير عندي اللي هو ال acidosis. الآن ال emergency situation، ممكن يكون في عندي بعض الحالات اللي ممكن تكون فيها emergency، يعني تكون خطر، يعني لازم انه يتم medical intervention بشكل سريع بحيث انه يحلوا مشكلة اللي هو ال respiratory acidosis. زي acute pulmonary edema اللي هو الارتشاح الرئوي الحاد، وهذا الارتشاح الرئوي بصير عندي تجمع للسوائل في داخل اللنج بشكل كبير، وبالتالي بيمنع المريض البيشنت بيكون غير قادر انه يعمل اكسهاليشن، مش قادر انه يطلع السي او 2، فبالتالي تتجمع بنسبة كبيرة السي او 2 داخل اللنج، وبالتالي بيدخل في ريسبيراتور اسيدوسس. فلازم نحل المشكلة بشكل سريع، وفي نفس الوقت يتم معالجة الريسبيراتور اسيدوسس. ايه اسبيريشن اوف فورين بوديز، واحد تناول او اختنق من اي جسم غريب، وهذا الاختناق من الجسم الغريب هيؤدي لي انه مش هيقدر يعمل بريثنج بشكل جيد، وبالتالي ما فيش بريثنج بشكل جيد، وبالتالي هيزيد عندي نسبة السي او 2. الاتلاكتسيز اللي هي دي برضو حنتحدث عليها فيما بعد. الاتلاكتسيز هذه اللي هي بنسميها الكولابس اوف ذا الفيولاي، انهيار الحويصلات الهوائية. هذه الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائية بتصير يعني unable to exchange oxygen، مش قادرة انها تعمل تبادل للاكسجين ما بين الالفيولاي وما بين البلاد ستريم، وبالتالي حيصير في عندي accumulation لل CO2، بتزيد نسبة ال CO2، يبقى حيصير في عندي acidosis. كذلك النيموثوراكس، النيموثوراكس يعني air in the lung، لما يكون في عندي هواء موجود داخل اللنج حيمنع اللنج انه هي تقدر تعمل breathing بشكل جيد، لانه بكون اللنج مضغوطة، وبالتالي مش هتقدر اللنج تاخد راحتها في البريثنج، وبالتالي بيصير عندي تجمع في السي او 2. سيفير نومونيا، الالتهاب الرئوي الحاد برضه ممكن يؤدي لي انه زياده نسبه السي او 2. يبقى معظم مشاكل الريسبيراتوري سيستم اكيد طبعا هتعمل لي زياده في السي او 2، وبالتالي بيدخل عند البيشنت في الريسبيراتوري اسيدوسس. الان الكومبنسيشن للريسبيراتوري اسيدوسس، حكينا انه انا عندي الكومبنسيشن، انا عندي الان اسيدوسس، يبقى الكومبنسيشن الها لازم يكون الكالوسس. انا عندي اسيد عالي، يبقى لازم الالكالين يعلى عشان يعادل مين الاسيدوسس. والريسبيراتوري، لما يكون عندي مشكله في الريسبيراتوري، مين اللي حيكون الها كومبنسيشن ميتابوليك؟ يبقى لما اقول ايش الكومبنسيشن للريسبيراتوري اسيدوسس، الاصل يكون ميتابوليك الكالوسس، ميتابوليك الكالوسيس. فايش اللي حيصير؟ الاسيدوسس من نتيجه الان الريسبيراتوري بروبلم، يبقى الان حيبدا تشتغل الرينال او الميتابوليك كومبنسيشن. ايش اللي حيصير؟ في عندي الان اسيدوسس عالي، اسيد عالي، يبقى ايش الجدني حتسوي؟ اكسيرشن اوف اسيدز، هتبدا تطلع مين الاسيد العالي. كمان غير هيك هتبدا تعمل ري ابزوربشن اوف بيز، لانه انا عندي اسيدوسس عالي، بدي ابدا اعمل الكالوسيس، بدنا نعلي القاعده اللي هي البيز عشان تبدا تعادل اللي هو الاسيدوسس، فبيبدا يصير عندي اعاده امتصاص
للبيز واكسيرشن للاسيد، وببدا ايضا يعمل لي اكسيرشن كمان للهيدروجين ايونز، لانه الاسيدوسز لما يكون عالي يبقى الهيدروجين ايونز حتكون عاليه، وبالتالي بيعمل لي اكسيرشن للهيدروجين ايونز. الكلينيكال مانيفستيشن اللي بتكون متعلقه في اي بيشنت ممكن يكون عندي اللي هو بنسميه يعني ريسبيراتوري اسيدوسز. يعني احنا ممكن نقول انه الريسبيراتوري اسيدوسز، يعني لو احنا حطيناها هان بين قوسين هذا الريسبيراتوري اسيدوسز، لو حطيناها بين قوسين بنقول اللي هو كاربونيك اسيد اكسسز، يعني زياده في اللي هو الكاربونيك اسيد اللي هي السي او 2. الكلينيكال مانيفستيشن طبعا عندي اللي هو اول حاجه نيورولوجيكال سيمتومز، ممكن يكون عندي خلل في النيورولوجيكال سيمتومز زي مثلا اللي هو الهيديك، صداع، behavioral changes، تغيرات في السلوك والتريمورز، يبدأ يرتعش لأنه أنا عندي واحد عنده سي او 2 عالي، ريسبيراتوس يعني عنده سي او 2 عالي، يعني نسبة الأكسجين واطية، فاللي عنده السي او 2 عالي بيبدأ يصير عنده كأنه عنده ديسني، مريض في عنده ديسني، عنده ضيق في النفس، وبالتالي هيبدأ يعاني من اللي هو behavioral changes، هيتغير سلوكه، ممكن يصير عنده تريمور نتيجة نقص الأكسجين اللي موجود عند البيشنت. فبالتالي هذه هي أهم الكلينيكال مانيفستيشن اللي ممكن إنها تكون موجودة. طبعا الدياجنوستيك تولز ممكن نعمل له اي بي جي اللي هو الارتيريا بلاد جاز، نسحب زي ما حكينا عينة شرينة عشان نشوف قديش نسبة السي او 2، قديش نسبة البي اتش عند البيشنت، والساينز والسيمتومز اللي هي برضو ممكن تعطيني دليل على تشخيص معين. التريتمنت انه لازم يحسن الفنتيليشن از اسينشال، لازم يحسن التهوية، نحطه على اكسجين او نحطه على ميكانيكال فنتيليشن اللي هو جهاز التنفس الصناعي لو هو كان في كرايسيس او في حاجه او في اكيوت ريسبيراتوري اسيدوسيس، لازم نعطيله اكسجين، حسن الفنتيليشن او نحطه على الميكانيكال فنتيليشن وهو جهاز التنفس الصناعي ميبي ريكوايرد، ممكن احنا نحتاجه. النهايه ان احنا لازم نزود نسبه الاكسجين عشان نقلل من اللي هو السي او 2، لانه لازم برضو يكون عندي سبورت من الخارج، ممكن الكيدني ما تقدرش تعمل كومبنسيشن بشكل كامل، لانما لازم برضو احنا نعطي له اكسجين عشان نساعد في عملية تقليل السي او 2 ويخفف من الكلينيكال مانيفستيشن اللي صار، لانه زيادة السي او 2 لو طولت نسبة السي او 2 وهي زايدة هتعمل مشاكل كبيرة، هتعمل لي مثلا انه هيصير عندي سيريبرال فازو دايليتيشن، يعني انه هتلاقي او سيريبرو فاسكولار، هتلاقي الاوعيه الدمويه المغذيه للدماغ هتتمدد، فهتلاقي البلد فلو الدم اللي واصل للدماغ هتلاقيه عالي، فبس عندي انكريز سيريبرال بلد فلو هيزيد، ولما يزيد السيريبرال بلد فلو الدم اللي رايح على الدماغ بيزيد، ممكن المريض يدخل يصير عنده هيديك، عشان هيك بنلاقي انه عنده هيديك دايما، الصداع دايما مستمر لانه البلد دم اللي رايح على البرين عالي جدا، وفي عندي توسعة في الأوعية الدموية، ممكن يكون عنده تعرض انه يصير في عنده ايضا زيادة في ضغط الدماغ، ضغط الدماغ ممكن يزيد لانه الدم اللي رايح على البرين كان بنسبة كبيرة، هذا السبب كله زيادة السي او 2. ممكن ايضا تلاقي يصير عنده هايبر كاليميا، تلاقي نسبة البوتاسيوم ممكن تزيد في عنده، ممكن يصير عنده مشاكل في القلب، يصير في عنده حاجة اسمها ventricular fibrillation، رعشة في البطين، ممكن يصير عندي البطين او عندي خلل في ضربات القلب، هذا كله سببه اللي هو انه زيادة السي او 2 او الريسبيراتوري اسيدوسيس. عندي الآن بعديها اللي هو الريسبيراتوري الكالوسيس، وهي عكس الأسيدوسيس. الالكالوسيس عبارة عن كلينيكال ديس اوردر من اسمها، لما أقول أنا عندي الكالوسيس، الكالوسيس معناته البي اتش عندي عالية، البي اتش معناته أعلى من 47، وبالتالي لما أقول أنا ريسبيراتوري يبقى المشكلة، لما أنا بقول أنا عندي الكالوسيس، ما دام عندي ريسبيراتوري يبقى المشكلة في وين؟ في السي او 2، يبقى أنا عندي الآن أعلى من 47، البارشال بريشر اوف ارتيريال كربون دايوكسيد حيكون اقل من 35، لانه انا عندي الكالوسز، وهذا قلنا اسيد معناته عندي الكالوس اسيد يعني واطي، يبقى عندي الكالين، يبقى الان السي او 2 حيكون عندي قليل. الان الكوزز اوف ريسبيراتوري الكالوسز، الاسباب يعني اللي هو الفنتليشن، يعني واحد ماخذ اكسجين بنسبه اعلى من اللزوم، يعني واحد نقول محطوط على جهاز تنفس صناعي اخذ نسبة، لانه احنا الميكانيكال فنتيليشن بينحط على الباراميترز المعايير تبعته اللي بتنحط، ان احنا بنحط قديش نسبة الاكسجين، يعني تقريبا بنحط له مثلا اكسجين 60%،
لكن لو صار واحد زودنا له أكسجين وصار عند الأكسجين 100% وقعد لفترة طويلة والأكسجين عليه 100%، بالتالي حيزيد نسبة الأكسجين بشكل كبير وحتقل نسبة CO2، وبالتالي بتقل نسبة CO2 بشكل عالي، وبالتالي ممكن يصير يدخل في ريسبيراتور أسيدوسيس. إيه كمان ممكن الهايبر فنتيليشن يكون نتيجة الفيفر والانكزايتي. لما واحد في عنده فيفر أو عنده انكزايتي قلقان، بيصير دائما ياخذ ديب بريثنج وبياخذ نفس بشكل سريع، بالتالي ممكن ياخذ نسبة أكسجين ويطلع نسبة CO2 وتخف عنده نسبة CO2. كمان البكتيريميا، في بعض أنواع البكتيريا اللي هي زي مثلا الجرام بوزيتيف بكتيريا، أشهرهم اللي سوري الجرام نيجاتيف بكتيريا. هذا الجرام نيجاتيف بكتيريميا، بكتيريميا معناته اللي هو بكتيريا in the blood and excessive ventilation. وزي ما حكينا انه عندي تهوية عالية من الميكانيكال فنتليتور من جهاز التنفس الصناعي، ممكن يؤدي لي انه يقلل من نسبة CO2. يبقى اشهر الاسباب الهايبر فنتليشن اما فيفر او انكزايتي او الميكانيكال فنتليتور او الجرام نيجاتيف بكتيريميا. هدول هم اكثر انواع اللي ممكن تسوي لي زياده في الاكسجين او ان هي تعمل لي نقص، بالتالي يصير عندي نقص في او يصير عندي نقص في اللي هو CO2. الكومبنسيشن من اسمه، لما اقول انا عندي ريسبيراتوري اسيدوسز يبقى الكومبنسيشن التعويض. الاسيدوسز هذا لازم يصير الكالوسز والريسبيراتوري لازم يصير ميتابوليك، فالكومبنسيشن للريسبيراتوري الكالوسز از ميتابوليك اسيدوسز العكس. فبالتالي ايش اللي حيصير في عندي؟ مين اللي حيشتغل الان؟ ما دام عندي مشكله في الريسبيراتور اللي حتروح تشتغل مين؟ الرينال او الكدني. فاللي حيصير في عندي انه الرينال كومبنسيشن ايش بدها تسوي؟ عندي الكالوسز يبقى عندي انا الاسيد عندي واطي، يبقى انا عندي سوري عندي الالكالاين الان عالي، الكالوسز يبقى الالكالاين عالي، يبقى هي حتروح تعمل اكسيرشن، حتطلع البايكربونات، لأنه قلنا هو البايكربونات اللي بتتمثل في الرينال، فهتبدأ تطلع لي كل البايكربونات عشان تقلل من الألكالوسز، وهتبدأ تعمل كونزيرف للهيدروجين أيونز تحتفظ بأيونات الهيدروجين. ليش؟ لأنه حكينا إنه الألكالوسز دائما وين في ألكالوسز عالي وين في بيز عالي يبقى عند الهيدروجين أيونز حتكون قليلة، لكن هو الآن الكيدني أو الميتابوليك هتبدأ تعمل كونزيرف للهيدروجين أيونز. لما تعمل هدول الاثنين حيبدأ يصير في عندي كومبنسيشن للريسبيراتوري أسيدوس. فبنقول إنه البيشنت كومبلين أوف ريسبيراتوري أسيدوس ألكالوسز كومبنسيتد وذ ميتابوليك أسيدوسز، إنه أنا في عندي كومبنسيشن، في عندي تعويض للريسبيراتوري ألكالوسز باللي هو الميتابوليك أسيدوسز. الكلينيكال مانيفستيشن للريسبيراتوري الكالوسز، النيورولوجيكال ديستربنسز، هيبدا يصير في عندي مشاكل في الاعصاب، زي هتلاقي عنده ديزنس مسل كونتراكشن، كل هذه سببها نقص نسبه اللي هو السي او 2، السي او 2 قليل عنده. ممكن تلاقي عنده مشاكل في المسلز، الكونشس ليفل ممكن ايضا يصير في عندي تغيرات فيه. الدياجنوستيك تولز الاي بي جي والسانس سيمتومز زي ما احنا حكينا. في عندي اليورين بي اتش از بيزك، ليش انا عندي لو احنا فحصنا البي اتش درجة الحموضة في اليورين هنلاقيها بيزك. ليش؟ لانه احنا حكينا انه الكدني هتبدأ تعمل اكسيرشن للبايكربونات، هتطلع البايكربونات وين هتطلعوا باليورين؟ هتطلعوا باليورين. فبالتالي لو اجينا عملنا تحليل لليورين هنلاقيه انه قاعدي. ليش؟ لانه البايكربونات زي ما حكينا هي قاعده وهي بيز، فهتطلعها فهتلاقي عندي اليورين بي اتش هيكون بيزي قاعدي مليان بالبايكربونات. التريتمنت طبعا احنا لازم نعمل التريتنج للكوز اوف ذا هايبر فنتيليشن، احنا نشوف ايش السبب الهايبر فنتيليشن، وهو از ذا موست سكسسفول ثيرابي، هو افضل يعني علاج اللي هو نشوف ايش السبب تبع الهايبر فنتليشن. ايش اللي عمله هايبر فنتليشن؟ هل هو فيفر، هل هي انكزايتي، هاي بكتيريا او الى اخره. ممكن كمان نقول انه breathing into a bag could be helpful، يعني انه المريض يتنفس بباج بكيس، يعني يمسك كيس ويحط الهيد تبعه في الكيس هذا او في الباج ويتنفس فيه، بحيث انه ياخذ نسبة CO2. الفكرة ان احنا نزود CO2 يبدأ ياخذ نسبة CO2 عشان نزود نسبة CO2 اللي قليلة عندي. طيب عندي الآن الميتابوليك الكالوسيس، خلينا الآن نتوقف إلى هنا الآن عشان المحاضرة القادمة نتكلم في موضوع اللي هو الميتابوليك أسيدوسيس،
ونحل المسائل المتبقية بخصوص المحاضرة، ويعطيكم العافية.